والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم الدكتورة حليمة بن موزة، أستاذة بجامعة باتنا واحد منذ سنة 2008، بعد عودتي من دراسات البوست دوك في الولايات المتحدة الأمريكية. مجال اختصاصي هو الجينيتكس والبلانت بريدينج، كما أنني سينيور إكزيكيتيف ليدر كرائدة في مجال تحويل المبادرات الاستراتيجية التطوير والبحث التطبيقي في مجال البيوتكنولوجيا، هذا على المستوى الوطني. أما على المستوى الدولي فقد قمت بتأسيس عدة مبادرات شراكات دولية مع مؤسسات علمية وأكاديمية بحثية رائدة دوليا كاليوس ناشونال أكاديميز وسانديا ناشونال لابوراتوريز لتعزيز العلم المسؤول ونزاهة البحث في المؤسسات العلمية البحثية. كما لدي عدة مبادرات أيضا وأعمال على مستوى المينا ريجن من أجل تطوير السلامة الأمنية والحيوية في المخابر العلمية البحثية. لدي عدة مشاريع في البيزك ريسيرش، وقد قدمت وأسست عدة مشاريع بحثية أخص بالذكر في مجال الصحة الألجيريان جينوم سيكوينسينغ، والذي يهدف إلى تحسين التشخيص والعلاج لعدة أمراض منتشرة بين الجزائريين كورم الثدي، الرئة والقولون باستعمال الأنجياس تكنولوجيز. أما في مجال الزراعة فقد قمت بتقديم بحث عن نبتة ستيفيا، وهي سويتنر طبيعي لا يزيد نسبة السكر في الدم للديابيتيز. أنا أطالب الحكومات بأن تنفتح وتفتح مزيد من التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار مرتكزة على الأخلاقيات لحل مشاكل عالمية كجائحة كورونا.